كلامنا دلوقتي خلينا نقول تشكيل النادي الاهلي لهذه المباراه. محمد الشناوي في حراسه المرمى، ايمن اشرف وسعد سمير اثنين السوبرين، ناحيه اليمين محمد هاني، ناحيه الشمال علي معلول، ثم اثنين في وسط الملعب السوليه وكريم نيدفيد، ورباعي هجومي ناحيه اليمين رمضان صبحي وناصر ماهر وجونيور اجاييه، وفي الامام مروان محسن. تشكيل النادي الاهلي امام حضراتكم مرة تانية، محمد الشناوي في حراسة المرمى، أيمن أشرف، سعد سمير اثنين السوبرين، محمد هاني وعلي معلول على الطرفين، عمرو السوليه ونيدفيد، ناصر ماهر وجونيور أجاييه ومروان محسن ورمضان صبحي، وفي الأمام مروان محسن. ده التشكيل الرسمي للنادي الأهلي. أعتقد إن كده هيبقى عندنا دكة أتقل من التشكيل، يعني بسم الله ما شاء الله دكة قوية جدا جدا في النادي الأهلي. وخلي بال حضراتكم في أوقات كتيرة جدا، اوقات كتيره جدا الدكه دي بتبقى مهمه، او مش بتبقى، هي مهمه دائما جدا جدا جدا، وبتنزل تغير المباراه، واللعيبه اللي موجوده على الدكه هي اللي بتبقى ليها التاثير الاكبر. قولوا لي طيب، علي لطفي وحسين الشحات وياسر ابراهيم ووليد ازارو وفتحي وحسام عاشور وصلاح محسن، دي دكه النادي الاهلي برضو يا دكتور. علي لطفي وحسين الشحات وياسر ابراهيم ووليد ازارو واحمد فتحي وحسام عاشور وصلاح محسن. وبالتالي زي ما قلت لحضراتكم، انت عندك 18 لاعب، لو اي حد لعب في ال 18 ان شاء الله ان شاء الله النادي الاهلي يستطيع ان يفوز في هذه المباراه. محمد الشناوي يعتبر مفاجاه التشكيل، يعني عشان الاصابه.